عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. عزيزي المشاهد، سنتكلم عن زكاة الفطر وكل ما يتعلق بها في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل مع الفيديو الثامن من أحكام الصيام. تابع معي أخي الكريم. سنتكلم عن زكاة الفطر وعن معناها وعلى من تجب وإلى من تدفع وعن كيفية إعطائها للفقير وهل يصح إعطاؤه المال بدل العين. كل ذلك سنتعرف عليه في هذا الفيديو. معنى زكاة الفطر هي قدر معين من المال يجب إخراجه عند غروب شمس آخر يوم من رمضان بشروط معينة عن كل مكلف وما تلزمه نفقته، وسنشرح كل كلمة في هذا التعريف إن شاء الله عز وجل. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة الشريفة، وتجب زكاة الفطر بثلاثة شروط، وبمعنى أدق أن يجب أن يتوفر في هذا المزكي هذه الشروط الثلاثة حتى يصح منه الزكاة. وأول شرط من هذه الشروط وهو الإسلام، فيجب على المزكي أن يكون مسلما، ولا يجب على الكافر الزكاة في الدنيا وإنما يعاقب عليها في الآخرة كما ذكرنا في الدروس السابقة. ثانيا، غروب شمس آخر يوم من رمضان، من مات بعد غروب ذلك اليوم أي آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر عنه، سواء مات بعد أن تمكن من إخراجها أم مات قبله، بخلاف من ولد بعد ذلك اليوم. وقد أجمع أكثر العلماء على عدم وجوب الزكاة على الجنين الذي في بطن أمه إذا ولد بعد رمضان ولو بساعة واحدة. وأما الشرط الثالث، أن يوجد لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم لن تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفيه ويكفي يوم العيد وليلته ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك تجب عليه الزكاة، ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته. وقد اخترت هذا الطعام لأننا عندنا في الشام نطبخ هذه الأكلة وهي الشاكرية في أول أيام العيد. كل عام وأنتم بخير وأعاده الله عليكم بالصحة والسلامة. وهنا سؤال، هل زكاة الفطر تدفع لأي شخص أم يجب أن تدفع لأشخاص معينين؟ لمن تدفع زكاة الفطر؟ وهنا أجاب الله عز وجل لنا في هذا الأمر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعلى عجالة سريعة سنتعرف على هؤلاء الثمانية الذين يستحقون الزكاة. وأولهم الفقير، وهو الذي لا يجد له مالا يقع في كفايته مطعما وملبسا ومسكنا، كمن يحتاج إلى 100 ليرة فلا يجد معه إلا 30 ليرة. وأما المسكين هو الذي لا يجد ما يسد حاجته ويقع مكان كفايته، كمن يحتاج إلى 100 ليرة فلا يجد معه إلا 80 ليرة. وهذا مما ينبغي الانتباه إليه، أن الحاجة إلى النكاح من تمام الكفاية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير ما لديه وما يحتاج إليه. بمعنى أن الشاب الذي يقبل على الزواج ولا يجد حاجته ولا يجد كفايته من الأموال يعطى من الزكاة حتى يسد كفايته وحاجته. والله أسأل أن يزوج شباب وبنات المسلمين جميعا وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما العاملين عليها فهم الموظفون والجباة الذين يعملون في الجمعيات الخيرية وفي المساجد لإعطاء الفقراء، فيعطون على قدر عملهم لا زيادة ولا نقصان. وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين أسلموا حريصا ولهم عند قومهم جاه ومكانة،
فهؤلاء يعطون حتى يجذبوا بقية القوم إلى الإسلام. وفي الرقاب، وهو العبد الذي كاتب سيده وأعطاه العهد أن يدفع له المال المطلوب، ولكن لا يجد هذا المال فيعطى من الزكاة حتى يعطي سيده ليعتقه ويصبح حرا مثله مثل باقي المسلمين. وأما الغارمون فهم الذين أثقلت الديون وعجزوا عن وفائها، فتجد أن صديقه عليه دين له، وأن البقال عليه دين، وأن اللحام عليه دين، ولا يجد أن يدفع هذه الديون، وعليه أجار البيت والفواتير وما شابه ذلك، فهذا الشخص يعطى من الزكاة حتى يسد حاجته. أسأل الله العظيم أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. وفي سبيل الله، وهم المجاهدون في سبيل الله والمدافعون عن الإسلام والمرابطون على الثغور ليمنعوا دخول الكفار على المسلمين. وأما الشخص الثامن والأخير، وهو المسافر سفر مباحا، أي السفر الذي ليس فيه معصية وليس فيه نزهة، فيعطى هذا الشخص لسفره حتى يذهب ويعود إلى بلده بإذن الله عز وجل. وأما الأشخاص الذين تخرج عنهم الزكاة، وبمعنى أدق أن الأشخاص الذي يجب أن تدفع الزكاة عنهم، وهم أولا أن تدفع عن نفسك وعلى من تلزم نفقتهم عليك كالأصول والفروع والزوجة، فيجب أن تؤدي الزكاة عن نفسك أولا، ثم عن زوجتك، ثم عن أولادك الفقراء، ثم عن أبويك الفقيرين، وحتى إذا كانت ابنتك موجودة في بيتك ولم تزف إلى زوجها بعد وهي مخطوبة يجب أن تؤدي الزكاة عنها، وحتى التي طلقتها، الزوجة التي طلقتها يجب أن تؤدي الزكاة عنها إذا كانت في العدة الرجعية. وأما إذا كان المال الذي لديك لا يكفيك أن تدفع عن جميع من تلزم نفقتهم، تدفع على قدر حاجتك، فتبدأ بالأولى ثم الأولى، فتبدأ بنفسك ثم زوجتك ثم أولادك الصغار ثم أبوك فأمك ثم بعدها باقي الأقارب. وأما إذا كان هؤلاء الذين ذكرتهم أغنياء فلا يجب عليك أن تدفع عنهم الزكاة. وننتقل الآن إلى المسألة التي كثر فيها الجدال، وهي كيفية دفع زكاة الفطر. فهل يجب علي أن أدفع الزكاة عينا، أي يعني تمر ورز وشعير، أم بإمكاني أن أدفع ذلك قيمة وهو المال؟ عند الإمام الشافعي والجمهور أن زكاة الفطر تدفع عينا وهي صاع من غالب قوت أهل البلد الذي يقيم فيه المزكي. ودليل ذلك الحديث الشريف الذي يرويه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، والصاع الذي كان يستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عبارة عن أربعة أمداد، أي حفنات، والحفنات الأربعة مقدرة بثلاثة أرتال أو ثلاثة أرتال كيلا، وتساوي بالوزن 2400 غرام تقريبا. وعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه والإمام سفيان الثوري والإمام عمر بن عبد العزيز بإمكانك أن تدفع الزكاة قيمة. وهذا القول والله أعلم هو الأيسر في زماننا، لأن العبرة بالمقاصد. ومقصد الزكاة أي زكاة الفطر هو إغناء الفقير وسد حاجته، فإذا أعطيته أرزا أو تمرا قد يكون لا يحتاج إليها ولا يجد من يشتريها منه، وهو بحاجة إلى اللباس وإلى الحلويات أو إلى أن يدفع أجار البيت أو إلى دفع الفواتير وما شابه ذلك وما أكثر هذه الضروريات، فيكون المال له أفضل من التمر والأرز. والحكمة من فرض الزكاة أي زكاة الفطر هو رسم البسمة على وجوه الفقراء وسد حاجتهم في هذه الأيام الفضيلة. أسأل الله أن يغنينا ويغنيكم عن السؤال وعن الحاجة إلى الناس. وفي هذه المسألة بعض الناس يطعنون بالإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقولون أنه يخالف النص، وأنا أقول لك كلمة واحدة: اتق الله، فإن لحوم العلماء مسمومة. وهنا سؤال: متى أخرج الزكاة؟ هل أخرجها
في أول أيام رمضان أم في آخرها أم في وسطها؟ الآن سنتعرف على الجواب. وأما الوقت الذي يجوز فيها إخراج الزكاة فهو جميع شهر رمضان واليوم الأول من العيد. وأما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان أصبح الزكاة واجبة عليك، ويسن إخراج الزكاة صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. فقد جاء في الحديث الشريف الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد، فإن أخرها أثم وجب عليه القضاء. وإن كان المال لا يكفي جميع أقاربه فيقدم نفسه ثم زوجته ثم أولاده ثم أبويه وهكذا كما ذكرنا سابقا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يبلغنا عيد الفطر ونحن في أحسن حال، وقد فرج عنا جميع الهموم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل عام وأنتم بخير. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الفيديو الثامن. كان معكم زاهر من قناة الوعي والمعرفة. نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، وحتى يكون ذلك دعما لنا. نتمنى طوال الصحة لكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.